فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يقول: ما المراد بالاستثناء هنا؟ يعني في ما سلف قبل التحريم في الجاهلية عفى الله عنه، كانوا في الأول ما يمتنعون من هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.